مراسل حلب اليوم يؤكد إفراج فصائل الجيش الحر عن مجموعة من المعتقلين في قرية كمروك بريف عفرين كانت اعتقلتهم أثناء عملية غصن الزيتون، وذلك بعد التحقق من عدم ارتباطهم بوحدات حماية الشعب الكردية. تنظيم الدولة يفرج عن سيدتين من مختطفات السويداء وأربعة من أطفالهن مقابل إفراج النظام عن 17 معتقلة من زوجات عناصر التنظيم وثمانية من أطفالهن. النيابة العامة في السعودية تعلن وفاة الكاتب الصحفي جمال خاشقجي خلال شجار داخل قنصليتها في إسطنبول، والملك سلمان يعفي عددا من المسؤولين والضباط من الخدمة. مراسل حلب اليوم يؤكد وقوع اشتباكات بين الجيش الحر ووحدات حماية الشعب الكردية على جبهة مرعناز والمالكية وكفر خاشر بريف حلب الشمالي. وزير العدل في حكومة النظام يكلف قضاة بإحداث محكمة تختص بالجرائم المتعلقة بالاتصالات والمعلوماتية، بالإضافة للنظر في جميع الجرائم الإلكترونية في مدينة حلب. المتحدث باسم التحالف الدولي شون رايان يؤكد أن التحالف سيحقق في قصف قد يكون خطأ على مواقع لقوات سوريا الديمقراطية شمال شرق سوريا، وأنه سيعلن عن تفاصيل إضافية في الوقت المناسب حسب تعبيره.